المادة ومن الدرجات نفسها، فأنا مش عايز حد يبقى قاعد دلوقتي هنا خالص. اللي عايز ياكل يشرب يطلع يخلص وبعد كده يجي. ده شكل المحاضرات اللي هناخدها. اول محاضرتين هيبقى انتدكشن، تمام كده. بعد كده هيبدا نخش في فريكوينس ريسبونس، ازاي امثل شكل السيجنال في فريكوينس ريسبونس ماجنتيود وفيز مع الفريكوانسي اللي احنا بنسميه بلوت. بعد كده بنبدا نشوف بلوت تاني اللي هو خاص بالماجنتيود والفيز، بس بيترسم على نفس الرسمه. البلوت بيبقى رسمتين، واحده ماجنتيود وفيز وفريكوانسي، وبعد كده فيز وفريكوانسي. التانية دي لا، الاثنين مع بعض، يبقى الماجنتيود والفيز بيبقوا موجودين كانه بولر بلوت. ده النايكوست بلوت. بعد كده هنبدا ان احنا نستخدم البوب بلوت عشان نبدا نستخدمه في الكونسول. انا مهمتي ان انا اعمل ايه؟ ان انا اشوف السبيكس بتاعه السيستم من ناحيه الترانزينت والاستابيليتي، وبعد كده لو مش عاجبني او محتاج ان انا احسن فيه تبدا خطوه الكومبنسيشن تكنيكس ان احنا هنشتغل فيها باستخدام بوب بلوت. يبقى في اكتر من تكنيك هنستخدمه باضافه بول وزيرو، وازاي بحرك البول وزيرو لغايه ما اوصل للسبيكس اللي انا عايزها. السبيكس اللي تهمني في الجزء ده هي استابيليتي، تمام كده، مع الاخذ في الاعتبار ان في علاقه غير مباشره بين الاستابيليتي وبين الترانزينت او الدامج ريشيو، تمام. اخر حاجه بقى هيبقى في ادفانس توبكس، دي ممكن تبقى يعني حاجات مالهاش علاقه بالفريكونس دومين، لو فضل معانا وقت ممكن ان احنا نخش فيها. دي بتبقى مور براكتيكال اكتر، بيوريك السيستم مش جاست عباره عن ترانسفر فانكشن بولينوميال في الباست وبولينوميال في المقام في الاس دومين، لا ده ممكن يبقى فيه كومبوننت زياده اسمها ديلي، والديلي ده بيبقى ليه سورس او مصادر ليه كتير قوي غصب عنك بتبقى موجوده، ومضطر انك انت تبدا تقلل تاثير الديلي ده او تاخده في الاعتبار بتاعك وانت بتبدا تعمل الديزاين بتاع الكونسول بتاعك. فده لو فضل وقت ممكن ان احنا نخش فيه، تمام. ده الريفرنس من اللي احنا هنشتغل منه وجاتا، تمام. طيب دكتور حنان برضك شغاله منه. توزيع الدرجات هيبقى الميد ترم 30 درجه بالمناصفه بيني وبين دكتور حنان، بعد كده في 20 درجه باقيين، يعني هو عامل السنه كلها 50 30 ميد ترم، والعشرتين دول هيبقوا متقسمين بين كويز بروجكت. البروجكت ده هيبقى مطلوب منك على المات لاب، وبعد كده في الاخر هيبقى في فاينل اكزام هيبقى عليه 100 درجه، هيبقى برضك مناصفه بيني وبين دكتور حنان. ايه اللي انت مطلوب منك في الكورس ده؟ انك انت تبقى طالع فاهمه، انك انت تبقى عارف يعني ايه اوتوماتيك كنترول سيستم وازاي بنوصفه، وهل ينفع كل حاجه تبقى اوتوماتيك كنترول سيستم. بعد كده ازاي ان انا ابدا ارسم الريسبونس بتاعه في الفريكونس دومين، وابدا ان انا احدد الريسبكس بتاعته من ناحيه الاستابيليتي. بعد كده في الاخر ان انا ابدا ان انا اعمل ديزاين للاوتوماتيك كنترول. ده تاريخ الكنترول باختصار، يعني هتلاقوه بادئ من كام، من 1800 وحاجه. ده الحاجه اللي هي موثقه، ممكن يكون الناس تستخدم الكنترول كفكر
في حياتها العمليه، لكن ما توثقش غير من اول 1868. ده اتعمل بيبر يعني فيه عن ان انا ازاي اكنترول الوقود اللي داخل اللي بقى داخل الماشين عشان يبدا يحرك اللود. اللود ده ايا كان بقى، ماتيريال او انسان عايز ان انا ابدا احركه او اشيله من مكان لمكان. في الحاله دي انا محتاج ان انا اضخ وقود للماشين دي. طب عمليه الوقود المضخ ده على اساس ايه؟ على اساس اللود بتاعي. كل ما كان اللود بتاعي تقيل، كل ما بيبقى محتاج ان انا اضخ فيول اكتر. ففي العمليه دي بدا ان هو يحط كنترول، الكنترول ده ميكانيكال. بعد كده بدا ان هو يخش على راو ستابيليتي، ان هو عنده برونوميال بتمثل الكلوز لوب او الايكويشن بتاعتي، ومحتاج ان انا تشيك الاستابيليتي من غير ما احل البرونوميال دي. بعد كده دخل في حاجه مفهوم اعمق شويه وليها فلسفه، ما تبقاش مباشره زي راو ستابيليتي. راو ستابيليتي نيوميريكال سوليوشن، يعني هو حط شويه ايكويشنز او كونديشنز بدا يتشيك عليها. لو تشيك عليها يبقى خلاص يبقى السيستم ستيبل، لو التشيك ده مش فاليد يبقى السيستم نون ستيبل. ليابانوف لا، هو بدا ان هو يحط ثيري وفلسفيه، يعني بدا ان هو يتخيل ان اي حاجه جوه السيستم بتتغير مع التايم، اللي احنا بعد كده بنسميها مثلا سيجنال او ستيت في الكنترول. في الحاله دي انا لو قدرت ان انا كنترول عليها او ان انا اوبزرف او اشوفها اتتبعها في التايم، ممكن اعرف بعد كده على امد بعيد السيستم ده هيديفييت يبقى انستيبل ولا هيتراك يبقى ستيبل. فبيبدا يتكون فانكشن كده بيسموها ليابانوف كانديديت فانكشن، وبيبدا على اساسها يبدا يتشيك شويه تشيكس كده، وبيمثل الفانكشن دي على انها هي دي الانرجي اللي موجوده جوه السيستم. لو الانرجي دي مع التايم بتبدا تقل، يعني الديريفيتيف بتاعها مع التايم بيبدا يقل، يبقى عند تايم انفينيتي ايه اللي هيحصل؟ الانرجي بتاعتك كلها هتروح لكام؟ لزيرو. ايه اللي حصل؟ ان كان السيستم بتاعي الانرجي بتاعه الانبوت كلها اتنقلت ليه؟ للاوتبوت، والسيستم نفسه بدا ان هو ايه يحصل له ديكي. الاستورج اليمنتس الموجوده جوه هي دي اللي بتبقى مسؤوله ان السيستم ده يبقى ستيبل او لا. طب امتى يبقى ستيبل؟ لو الانرجي اللي جوه الاستورج اليمنت دي كلها اتسلمت للاوتبوت وحصل لها ايه؟ دريننج، خلاص اتسحبت منها. لو بدا الاستورج اليمنت دي بدات انها تنكريز مع التايم، طبعا بوجود باتري او ريسورس الباور عشان يبدا ياخد الانرجي دي، لو بدا ينكريز مع التايم في الحاله دي اللي بيحصل؟ هتلاقي الاوتبوت هو كمان بيبدا يديفييت عن الانبوت، مش بس بيكتفي بالانرجي اللي كانت داخله للانبوت، ده يبدا يعمل ايه؟ يبدا يديفييت ويبقى انستيب. فبيبدا يشوف الانرجي اللي جوه دي، لو الانرجي دي بتبدا انها يحصل لها ديكين مع التايم، عن تايم انفين توصل لزيرو، يبقى في الحاله دي الاوتبوت هيبدا يوصل للباوندد فاليو زي ما الانبوت كان عايز، وفي الحاله دي السيستم بيسموه ايه؟ باوندد ان باوند اوت او السيستم ستيب. بس ما يقدرش ان هو يتشيك عليها عن طريق الميجرمنتس. ممكن ان هو يتشيك على الميجرمنتس ازاي؟ يدخل انبوت باوندد ويبدا يتشيك، يبدا يبص على الاوتبوت، ويبدا يقيسه رير تايم، ويبدا يشوف هل بيبدا يحصل ديفيشن ولا بيبدا ان هو يزيد مع زياده الانبوت، ولو الانبوت ثبت هو هيثبت هو كمان. لا، هو بدا ان هو يخترع ليابانوف فانكشن وبدا ان هو يابلاي الحكايه دي. ميزتها ايه؟ انها ممكن انها تشتغل على السيستم في حاله ان هو لينير سيستم او نون لينير سيستم، بعكس راوس، راوس شغاله على اللينير سيستم فقط. تمام كده؟ بعد كده بدا ان هو ينقل الاستابيليتي ده من مفهوم السكيلر لمفهوم الستيت سبيس، ان انا عندي ستيتس بين الانبوت والاوتبوت اللي احنا بنسميها السيجنال جوه السيستم، وبدا ان هو يبني من خلالها تشيك على الاستابيليتي. بعد كده نايكوست البلوت بتاعه، بعد كده البوت بلوت، بعد كده بلوت مشابه للبوت بلوت والنايكوست اللي هو نيكولاس. بعد كده بدا يخش على ان هو ممكن يوصف السيستم ويبدا يبني الكنترول بتاعه عن طريق ان هو بدا يشوف الطبيعه، يعني يشوف مثلا الاسرار بتاعه الحمام، ويبدا يشوف ان هم ازاي بيبداوا يبحثوا على احسن مكان. احسن مكان ده بدا ان هم يبصوا عليه على انه ده على انه احسن سوليوشن. في الحالة دي بدأ ان هو يوصف السيستم
لو اتكلمت كده تسمعوني؟ المايك اشتغل تاني. بعد كده بدأ ينقل على الاوبتيمال كنترول، مش بس هو محتاج ان هو يصمم كنترول عشان يوصل الاوتبوت للتارجت بتاعي، ده هو كمان محتاج ان هو يقلل الانرجي اللي بتبدا الكنترول بيبدا يطلعها عشان يوصل الاوتبوت للتارجت بتاعه او يستابلايز السيستم. في الحاله دي بدا الاوبتيمال كنترول يبدا يظهر. بعد كده بدا يشوف شغال. باشمهندسين بعد اذنكم بس صوت عشان نبدا ان احنا نسمع بعض. نعم، كل دول بيبقى فريكوانسي دومين للشكل الترانسفر فانكشن بتاعتي. انا محتاج نرسم ليها الجين والفيز. هنا بيبدا يرسم الجين والفيز مع النايكوس والنيكولوس مع نفس الرسمه، لكن بوب بلوت بيبدا يفرقهم. احنا هناخد ايه؟ هناخد نايكوس والبوت، تمام كده؟ طيب بعد كده دوت لوكاس بدا ان هو يحط الاوبن لوب بولز وزيروز، وبدا ان هو يحط انون جين، والكي ده بدا ان هو على حسب التشنج بتاعه هيبدا ان هو يحرك الاوبن لوب وبالتالي كلوز لوب. فتبنز على كلوز لوب اللي انت عايز تحط فيه البولز بتاعتك هتقدر انك انت ايه تحط الجين. طب هو عمل ايه؟ بدا يرسم بقى تراك لشكل الكلوز لوب بولز ديبنز على الكي لما بيحصل لها فاريشن من زيرو لغايه انفينيتي، تمام كده؟ وفي الاخر بدا يطلع له ايه؟ الروت لوكس بتاعه. فيختار البير بلوت الشكل اللوكس بتاع الروت الكلوز لوب المكان بتاعه، وبالتالي يتحدد قصاده الجين اللي هو محتاجه عشان يوصل اللوب لشكل الكلوز لوب، تمام؟ شكرا. بعد كده بدا يخش الكالمان فلتر. ده باختصار ان هو بدا انه يشوف ان الاوتبوت دايما في الميجرمنتس ما بتبقاش النتائج بتاعتها ثابته، ده بيبقى فيه شويه نويز موجود على الاوتبوت، فبالتالي هو محتاج ان هو يقلل تاثير النويز دي، لان لو بدا ان هو ياخد الاوتبوت بالنويز بتاعته هيبدا يبني اكشن للكنترول مش صح. فبدا ان هو ياخد في اعتباره النويز دي، فبدا يبني موديل. الموديل ده كله موجود في مش ديترمينستك سيجنال، ده بقت السيجنال نفسها كلها ستوكاستيك. يعني ايه ستوكاستيك؟ يعني بقى فيها مش المين بتاعها، لا لازم تديني السيجنال وتديني المين وتديني الفاريانس بتاعها، وعلى اساسها يبدا يجيب لك بقى ايه المين بتاع الكنترول سيجنال والفاريانس الى اخره. فبقت الحكايه كلها مش ديترمينستك بروبلم، بقت المشكله كلها بقت ايه ستوكاستيك، حاجه ليها علاقه بالراندوم فاريبل. كل ده ليه؟ نتيجه النويز اللي بتبقى موجوده عند الاوت، لان مش دايما البلانت او السيستم بتاعي بيبقى موجود جنب الكنترول، ممكن يبقى موجود في مكان والكنترول موجود في مكان تاني، ويبدا ان هو يبعت السيجنال بتاعه الاوت الميجرمنتس من المكان اللي فيها السيستم للمكان اللي فيه الكنترول، فبالتالي بيبقى فيه نويز. فهو محتاج ان هو يقلل النويز دي على قد ما يقدر ويقلل تاثيرها على الكنترول سيجنال. بعد كده بدا يخش الارتفيشال انتليجنس، ده اللي كنت بتكلم عليه، ان هو بدا يشوف الاسراب مثلا بتاعت الحمام او السمك بدات بتمشي، بتبدا لو خدت بالك هتلاقي ان اسراب الحمام مثلا بتلاقي ماشيين على شكل مثلا ايه تراينجل كده، وتلاقي كل شويه بيجي واحد من ورا خالص يبدا يبدل مع اللي قدام، هو بيريح بس، لكن في الاخر هم كلهم بيبداوا يتجهوا في اتجاه الحل الامثل. حل الامثل بقى اللي هو ريح قليله مثلا، بيبقى على حسب بقى الاتجاهات بتاعه الاكل او الشرب اللي هم عايزينها. كل ده بيبدا يقول ان هو بيروح للاوبتيمال سوليوشن. فبدا يمثل الانونز بتاعه المساله بالديسبليسمنت او البوزيشن بتاع كل ايه بيرد او كل طائر موجود في الايه في السرب ده كله او السوارم. وبدا ان هو يشوف ان كل سوليوشن ده بدا يعمل له انيشيشن بحيث كل واحد يبقى ليه مكان، وبدا ان هو يبقى فيه فانكشن. الفانكشن دي هو بدا يبتكرها. الفانكشن دي ميزتها ايه؟ انها بتبدا تشوف الانرجي اللي موجوده في الايرور سيجنال. كل ما كان الانرجي دي عاليه كل ما الايرور سيجنال بتاعي كان عالي، فبالتالي محتاج ان انا ايه اغير موضع السوارم او القطيع بتاع الطيور دي بحيث يوصل للاوبتيمال سوليوشن. فيبدا في الحاله دي يبدا يطور الحل بتاعه.
من غير ما يبدا يشتغل كنترول، فبدا يخش الارتفيشال انتليجنس من الحته دي زي النيورال نتورك لو تسمع عنها. بعد كده بدا الناس تخش على حاجه اسمها ادابتيف كنترول. يعني ايه ادابتيف كنترول؟ الطياره نفسها لما بتيجي بتطير بتبدا تبقى موجوده عند اوبريت بوينت معينه على حسب الضغط والارتفاع بتاعها. فبالتالي كلمه اوبريت بوينت معناها الموديل باختصار، يعني كان الموديل بتاعي البارامتر اللي فيه بتبدا انها تتغير كل شويه مع ايه الاوبريت بوينت بتاعتي او مع الارتفاع. فبالتالي انا عندي موديل السيستم متغير مع التايم. هل ينفع ان انا في الحاله دي ابني كنترول يبقى فيكست مع التايم زي البي اي دي كنترول اللي انت خدتوه؟ ما ينفعش، لازم يبقى الكنترول بتاعي ايه البارامترز بتاعته كلها مرتبطه بالبارامترز بتاعت الموديل. فكل ما يحصل فاريشنز في الموديل نفسه ايا كان بقى بسبب ايه هتلاقي يحصل ايه فاريشن فين في الكنترول بارامترز. ففي الحاله دي بدات تطلع فكره ايه الادابتيف كنترول، ان الكنترول بتاعي ممكن الاستراكشر بتاعه يبقى ثابت بس البارامترز الموجوده جواه ما هياش ثابته، ده هي بتتغير دايناميكلي مع ايه مع الفاريشنز بتاعت البارامترز. طب هو يعرف منين ان السيستم بيتغير؟ عن طريق ايه الاوتبوت والانبوت الميجرمنتس بتاعته. فبيبدا ياخد الانبوت والاوتبوت بتاعه البلانت او السيستم بتاعي ويبدا يعمل ليها بيها فاريشنز للموديل بتاع ايه الكنترول البلانت بتاعته. لا احنا بنشتغل على بي اي دي كنترول، يبقى الكي بي والكي اي والكي تي ما هماش كونستنتس، ده هم عباره عن ايه داينامكس بتتغير مع التايم. في ايكويشن ديفرنشال بتبدا تربطهم بالانبوت اوتبوت ميجرمنتس مع التايم. كل ما الاوتبوت انبوت يتغير مع التايم هيبدا الكي بي والكي اي والكي دي ايه يحصل لها تشنج. طب العلاقات دي بتيجي ازاي بقى؟ ده عن طريق الكنترول ايه بتاع الادابتيف كنترول. نمشي ايه سيستماتيك كده وبتبقى من ضمنها او ضمنيا جواها بتبقى مستخدمه ليابانوف فانكشن اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول. يبقى الادابتيف كنترول في الغالب يبقى مستخدم ايه ليابانوف فانكشن عشان يضمن الاستابيليتي ويبدا يطلع الديفرنشال ايكويشن للبارامترز بتاعت الكنترول. بعد كده بدا يتطور في الاوبتيمال كنترول، بدا يطلع لي حاجه اسمها الفازي. يعني ايه الفازي؟ فازي يعني مبهم او مشوش. طب ازاي كنترول وفازي؟ معناها ان هو بدا يوصف اي سيستم مش بترانسفر فانكشن، ده بدا يوصفه ببيهيفير. يعني ايه بيهيفير؟ يعني قال لو انا كان درجه الحراره بتاعت الاوضه لو شغال على التكييف مثلا بعمل موديل للتكييف، لو شغال على درجه الحراره بتاعت الاوضه مثلا من 20 ل 25 انا عايز التكييف يبقى كذا. طب 20 25 دي هوصفها له ازاي؟ بدا يريبليس الارقام بمفهوم ايه؟ كلمات او اكسبريشنز. بدا يدي مفهوم الدرجات الحراره من 20 ل 25 انها دي النورمال مثلا، بعد كده من 25 ل 30 دي مثلا الاباف نورمال، بعد كده فوق يبقى ده الهوت الى اخره. فبدا ان هو يوصف الانبوتس بتاعي بالميجرمنتس ما هياش ارقام بقت ايه اكسبريشنز، وبدا على اساسها يخلي الكنترول هو كمان ياخد الاكشن بتاعته على اساس ان هو ايه اكسبريشن. في الحاله دي هتبدا تفتح السويتش اللي موجود جوه عشان يعدي الفول لمده قد مده قد كده، المده دي يا اما قليله او طويله او متوسطه. فبدا يمشي بالحكايه دي ان هو بدا يوصف السيستم والكنترول بالايه بالاكسبريشنز. تمام، وده برضك ينتج تحت الايه ارتفيشال انتليجنس. بعد كده بدا ان هو يتعامل مع المالتي فاريبل اوبتيمال كنترول، ان هو بس مش عايز يقلل الانرجي بتاعت الكنترول وفي نفس الوقت يضمن الاوت ستيبل ويحصل له تراكنج للريفرنس صح. ده بدا ان هو يحط كمان كونديشن زياده. ايه الكونديشنز؟ ان هو ممكن يبقى الاكتويتر ده ليه ليميتس. ايه الاكتويتر؟ الاكتويتر ده هو الجهاز اللي بيبدا يترجم الالكتريك سيجنال اللي طالعه من الكنترول للفيزيكال انبوت اللي السيستم بيقبلها. يعني مثال على كده، لو انا عندي فالف حنفيه وده موجود جوه كيميكال لاب، فالفالف ده بيبدا ان هو الفلو اللي جواه يبدا يتحكم فيه. البي اي دي كنترول موجود على جهاز كمبيوتر بيطلع سيجنال ايه كهرباء، فالسيجنال الكهرباء دي تترجم لبرسنت للفتحه، ويبقى الفتحه بتاعت الفالف ده هو ده اللي اسمه ايه الاكتويتر، اللي هو بيبدا يعمل ايه يبدا يترجم الالكتريك سيجنال بتاعه البي اي دي كنترول لفتحه للفالف، عشان في الحاله دي الفلو اللي داخل هو ده الانرجي انبوت للسيستم فيبدا يتحكم في الفلو. فيبقى الاكتويتر ده هو حاجه زي الفالف مثلا، بيبدا يترجم الانرجي اللي طالعه من البي اي دي على انها الكتريك سيجنال لشكل ايه الفيزيكال انبوت انرجي اللي داخله ايه للسيستم. في الحاله دي ممكن يبقى الانبوت بتاعي او الاكتويتر بيبقى ليه ليميتس ما يقدرش يعديها، يعني الكنترول عايز يدخل فاليو مثلا 50 بس الاكتويتر بين 10 و20، ففي الحاله دي هيبدا يعمل ايه؟ فلازم الاوبتيمال كنترول في الحاله دي ياخد في اعتبار الحته دي،
ان الكنترول بتاعي بيبقى تحت conditions، ما يبقاش unbounded. بعد كده بدا ان هم يطوروا في الروبوس كنترول. كلمه روبوس كنترول ان هو بدا يدخل ديستربنس او نويز معايا في اي مكان في السيستم، وهو عايز ان هو يقلل تاثير الاوتبوت نتيجه الديستربنس. يعني لو دخل ديستربنس عايز اعمل مينيمايز للاوتبوت في الحاله دي، وفي نفس الوقت يعمل تراكنج للريفرنس بتاعي. اخر حاجه بدا يدمج النيورال مع الفازي عشان يبدا يعمل موديلنج ويبدا يعمل ايه الكنترول بتاعي. لو انتوا واخدين بالكم الحكايه دي لغايه فين؟ 90. بعد كده الدنيا اتطورت اكتر. يعني احنا اليومين دول الترند اللي شغالين فيه حاجه اسمها فراكشنال اوردر كنترول. يعني ايه فراكشنال اوردر؟ يعني الداينامكس الموجوده جوه الكنترول او السيستم ما هيش ديفرنشال ايكويشن من الدرجه الاولى او الثانيه او الثالثه، ده ممكن يبقى الديفرنشال اللي طالع لي يبقى عباره عن ايه؟ فراكشنال. بمثال، الناس زمان كانوا بيتعاملوا مع الحاجات كوحدات، واحد اثنين ثلاثه، جه شويه طلع مفهوم ايه؟ لا ده في نص، ممكن يبقى واحد ونص بعد كده اثنين ونص الى اخره، لا ده في فراكشن اقل من كده وهكذا. ده في مفهوم الحسابات نفسها. بدا ده يظهر في الديفرنشال ايكويشن كمان والانتجرال. طب اي حاجه ليها علاقه بالماثماتكس يحصل فيها تطور اكيد ده هتبدا تستفاد بيه في ايه؟ في الكنترول، لان الكنترول كله عباره عن ايه؟ ماثماتكس. تمام كده؟ طيب الموديل بتاعي او الخطوات بتاعه الكنترول بتاعي بتمر بكذا خطوه. لو انا عايز اعمل كنترول لحاجه هبدا اعمل ايه؟ اول حاجه ببدا ان انا اعمل ايه؟ موديلنج. ببدا احدد شكل البلاك بوكس بتاع السيستم ده، لو حبيت ان انا اشوفه كايكويشنز هتبقى شكلها ايه؟ لان في الاخر شكل الكنترول الديزاين بتاعه كله بيتم عن طريق ايكويشنز، فعشان ابني ايكويشنز على فيزيكال سيستم بتبقى صعب، فلازم ان انا احول الفيزيكال ايكويشنز للديفرنشال ايكويشن بتاعتي. وبيبقى في اكتر من طريقه عشان ابدا اعمل ايدنتيفيكيشن للسيستم، منها مثلا الليست سكوير ميثود، ان انا ببدا ان انا اشوف علاقه الاوتبوت والانبوت واشوف يعني مثلا خلي ترانسفر فانكشن مثلا اللي عندي من الدرجه الثانيه. يعني ايه؟ يعني الباس بتاعي اعلى حاجه بتاعته 2 اللي تحت 2، واحط كوفيشنز كونستنتس انا ما اعرفهاش، وابدا اجيب ايكويشنز تربط لي الكونستنتس الموجوده جوه الترانسفر فانكشن دي بالانبوت والميجرمنتس. طب وبعدين ايه اللي هيحكم لك ان الكونستنتس دي بقى بالميجرمنتس هتوصل للارقام الصح؟ ان الارقام اللي هتطلع من الترانسفر فانكشن اللي انت عاملها والارقام اللي هتطلع من الميجرمنتس الحقيقيه كاوتبوتس لازم يكونوا قريبين من بعض، كانك هتبني فانكشن زياده بتقارن بين الاوتبوت الفعلي اللي طالع من الميجرمنتس والاوتبوت اللي طالع بدرجه ايه؟ الكونستنتس. فلو الكونستنت دي طلعت اوتبوت قريب من الاوتبوت الحقيقي يبقى الكونستنت دي ايه؟ وصلت صح. ففي الحته دي بيسموها الليست سكوير ايه؟ ميثود. دي بتبقى ايدنتيفيكيشن ميثودز. تمام كده؟ يعني مش الترانسفر فانكشن اللي بتجي لك في الموديل دي بيبقى متعوب فيها، الناس تعبانه فيها عشان تطلعها لك. بعد كده انا عندي ترانسفر فانكشن هبدا اعمل عليها اناليسز. ممكن دي تتعمل في التايم دومين، انك انت تعمل ايه؟ تدخل ستيب انبوت وتشوف الريسبونس. او في الفريكونس دومين تدخل شويه كل شويه ساين فريكونسي عند فريكونس معينه، وبعد كده تبدا ترسم منها بوب بلوت وتبدا تشوف من بوب بلوت الاستابيليتي بتاعتها عامله ازاي. بعد كده بيبدا يعمل ديزاين كنترول، يبدا يشوف ايه المشكله هنا، السيستم ايه مشكلته هنا، ويبدا يحدد انا هشتغل تايم دومين ولا فريكونس دومين. بعد كده يبدا يرجع يعمل اناليسيس ثانيه، يبدا يتشيك انا بعد ما ضفت الكنترول بتاعي الريزلتس او السيميليشن بتاعتي اتحسنت ولا لا، ويبدا يلف في الحته دي لغايه ما يظبط الجينز او الانونز بتاعت الكنترول سيجنال بتاعتي. كان بيعمل ايه؟ بيبدا يعمل تيوننج فيها. بعد كده اخر حاجه بيبدا يعمل ايه؟ السيميليشن، ويبدا يطلع ريزلت. بعد كده بيبدا مرحله ايه؟ يعمل امبلمنتيشن لايه؟ للكنترول بتاعه. تمام كده؟ دي الطرق اللي احنا هنشتغل عليها. انتوا الجزء الاولاني بتاع السيستم موديل ده انتوا خدتوه الترم الاولاني. الترم ده هنشتغل على التايم دومين والفريكونس دومين، ده الجزء اللي احنا هنشتغل عليه. تمام؟ الجزء الثاني ده هشتغلوا عليه مع دكتور حنان برضك. انك انت بدل ما شغال حاجه اسمها كلاسيك كنترول، ان انت شغال ترانسفر فانكشن في الاس دومين وعندك السيستم بيمثل انبوت اوتبوت فقط، لا السيستم هيبدا يبقى جواه سيجنالز اللي احنا بنسميها الستيتس، وفي الحاله دي بقى عندك انبوت ستيتس اوتبوت ويبدا يجيب علاقات بينهم. وبالتالي طالما الموديل بتاعي اتغير يبقى الشكل الكنترول والتكنيك بتاعه ايه؟ هيتغير. فالجزء ده برضك تشتغلوا بيه مع مين؟ مع دكتور حنان. طيب شويه تعريفات كده. السيستم ده المصنع اللي بيعمله بيبدا يصنعه بهدف انه
يبدا ان هو يطلع منه فانكشن معينه. مثال على كده مثلا الموتور، الموتور يبدا ياخد كهرباء ويبدا يحرك ايه حاجه، تمام. بس المشكله ايه؟ انك انت بتبقى عايز تحرك الحاجه دي على سرعه معينه، هو ما بيدكش الاوبشن ده، فبتضطر انك انت تضيف ليه الكنترول بتاعك. فالكنترول سيستم بيبدا مش يديك البيربز بتاعه، لا ده بيبدا يوصل الاوتبوت للتارجت اللي انت عايزه. يبقى هنا هو ولد انرجي من الانرجي، ده السيستم. لكن الكنترول لا، ده مش انرجي وانرجي وخلاص، لا ده السيجنال نفسها بدا يتعامل معاها ويبدا يوصل من الانبوت بتاعك للاوتبوت اللي هو ايه محتاجه. البروسيس دي بتبقى عباره عن البلوك اللي انا هبدا اعمل عليها ايه الكنترول سيستم. في شويه تسميات كده، الاوتبوت ما بيبقاش دايما بتوع الكنترول يقول عليه اوتبوت، بيبقى بيقول عليه ايه ده الكنترول فاريبل، ده الفاريبل اللي انا محتاج اعمل عليه ايه كنترول. الانبوت بتاع الكنترول بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن ما بنقولش عليه انبوت، بنقول عليه يا اما السيت بوينت يا اما بنقول عليه ايه الريفرنس بتاعي، ده التارجت او الاوتبوت اللي انا نفسي ايه اوصل له. ففي الحاله دي الكنترول بيبقى محتاج ايه يقارن بين الكنترول فاريبل اللي هي الميجرمنتس وبين ايه السيت بوينت او الريفرنس بتاعي. طيب انواع الكنترول اللي احنا بنشوفها ايه؟ في كنترول طبيعي زي المجرات اللي موجوده، كل كوكب وكل نجم ماشي بسرعه معينه في اتجاه معين، ففي اكيد في قوه متحكمه في حاجه كده. جسم الانسان امتى يسخن وامتى الدوره الدمويه بتاعته تطلع تزيد او تقل، او حركه الميه الموجوده جوه جسم الانسان ده يبان فيه ايه كنترول. فدي بيسموها ايه؟ بيسموها ناتشرال كنترول سيستم. الانسان بدا يعمل حاجه زيها بقى، ان انا هبني سيستم، بس السيستم ده انا محتاج اتحكم فيه استخدمه بطريقه معينه. فبدا مثلا يطلع بقى ايه المان ميد كنترول سيستم، اللي هي زي مثلا الايربلينز، انا محتاج ان انا احرك الطياره دي في اتجاهات معينه بدوران معين بسرعه معينه. الكيميكال رياكشنز نفس القصه. في جزء تاني من الكنترول بيسموه المانيوال كنترول. يعني ايه؟ يعني انا موقف واحد على البروسيس وببدا اخليه يتحكم في الانبوت بتاع ايه البروسيس دي، زي الراجل ده واقف يبص على الليفل، لو الليفل ده وصل للشرطه او الريفرنس اللي هو عايزها بيبدا ان هو ايه يقفل الفالف، لو لقى الليفل ده نتيجه الاوتبوت بيتسحب اسرع بدا ينزل يبدا يعمل ايه يفتح الفالف. او زي العلاج، الادويه اللي احنا بنجيبها، لو العلاج بيبقى فيه كيس ميه معاها وتبقى فيه شويه بودره، بتبدا تعمل ايه؟ تبدا تحط وتبدا ترج وتبدا تشوف العلامه. كل ده بيسموه ايه؟ مانيوال كنترول، تمام؟ طيب الجزء الثاني اللي هنشتغل عليه هو الاوتوماتيك كنترول. زي ايه؟ زي الحاجات اللي موجوده مثلا ايه في الاير كونديشنر او التكييف، زي السخانات، كل ده بيبدا ان هو ايه يتشيك على الميجرمنتس، ده معنى اوتوماتيك كنترول، يتشيك على الاوتبوت ويقارنه بالست بوينت او ريفرنس ويبدا يطلع اكشن معين عشان يشغل ايه السيستم بتاعي. زي التكييف كده، التكييف ده الحاله اللي انا بديها له دي ما هياش الاوتبوت، ده هي دي ايه ده السيت بوينت، ده التارجت، ده اللي نفسي اوصل له، تمام كده. وهو بعد كده يبدا يعمل ايه يبدا يسنس الاوتبوت الفعلي درجه الحراره الفعليه ويقارنها بالست بوينت، وعلى اساسها يبدا يحدد كميه الفول اللي داخله ليه للاير كونديشن. كمان في انواع للسيستم، يا اما يبقى فيه اوبن لوب او في كلوز لوب. كلمه اوبن لوب معناها ايه؟ اتجاه الفلو ماشي من اتجاه واحد من الانبوت للاوتبوت، مفيش اي فيدباك من الاوتبوت. طب الكلوز لوب هيبقى شكلها ايه؟ هيبقى فيه فيدباك جاي من الاوتبوت للانبوت. طب هل في كنترول سيستم موجوده اوبن لوب؟ زي ايه؟ زي الوشك ماشين، الغساله. هو انت الغساله بتبدا تتشيك على نظافه الغسيل بعد ما تخلص؟ لا، ده الاوتبوت بتاعك. بس ايه اللي بيحصل؟ ان علاقه الانبوت والاوتبوت دايما ثابته، فبالتالي النويز اللي موجوده في السيستم قليله قوي، ففي الحاله دي مش محتاج ان انا كل شويه اتشيك على الاوتبوت. فانا مكتفي ان انا ايه اظبط البرنامج بتاعي بتاع الكنترول وفي الحاله دي تطلع ايه الاوتبوت، ومش محتاج ان انا ايه اتشك على حاجه. انا في الحاله دي ممكن اكون مساعد الكنترول، لو لقيت في حاجه مشكله حصلت ابدا ان انا اعمل ايه اظبط الكنترول بايديا. ففي الحاله دي مش محتاج يبقى عندي كلوز لوب، تمام كده. زي ما اتفقنا ليه ما بحتاجش، امتى ما بحتاجش الكلوز لوب؟ لو الاوت بتاعي علاقته ثابته بالانبوت والديستربنس او النويز الموجوده قليله. ده شكل الكلوز لوب زي ما اتفقنا، بيبقى فيه فيدباك من الاوتبوت زي الثلاجه وزي هنا
الانتنه وزي السيرفو سيستم. ايه السيرفو سيستم دي؟ دايما لو انت بصيت كده في الكنترول بيقول لك ده سيرفو ميكانيكال سيستم. يعني ايه سيرفو؟ يعني اي سيستم بيبقى الاوت بتاعه ميكانيكال وانا محتاج ان انا احدده بحيث يوصل لبوزيشن او سبيد معينه، في الحاله ده بيسميه ايه؟ سيرفو سيستم. ودايما السيستم ده بيبقى ايه؟ كلوز لوب. فاي كلوز لوب الاوت بتاعه ميكانيكال ومحتاج ان انا اوصله بسيت بوينت معينه ليها علاقه بالبوزيشن او السبيد، في الحاله دي بسميها ايه؟ سيرفو سيستم. وفي الحاله دي بيبدا ممكن يقول على الاوتوماتيك كنترول انها ايه؟ ضمنيا انها سيرفو، مع ان ممكن يبقى في الحاله دي الاوتبوت بتاعي ما هوش ميكانيكال. بس هو ليه؟ عشان فكره بس ان هو بياخد ايه؟ الفيدباك بتاعي. في انواع ثانيه من الكنترول برضك انها شغال انالوج ولا ديجيتال. تمام كده؟ باشمهندسين الناس اللي يعني اللي بتتدلع وكل شويه تنزل الكمامه وتقعد تضحك وتكلم مع اللي جنبيها ممكن تمشي. مفيش اتندنس بياخده خالص. فالناس قاعده يا اما عايز تسمع يا اما مش عايز تقعد تمشي. النوع الثاني من الكنترول ممكن يبقى شكله انالوج او ديجيتال. لو ديجيتال في الحاله دي لازم يبقى في انترفيس هستخدمها زياده. ليه؟ لان دايما بلانت او السيستم بتاعي يبقى انالوج. انالوج يعني ايه؟ يعني بيبدا ياخد الانبوت كونتينوس في التايم والاوت بيطلع كونتينوس. لكن الديجيتال كنترول اللي هو موجود يعني على الكمبيوتر بيبدا يطلع الشكل هنا ايه؟ ديجيتال. فمحتاج اربط بين الديجيتال انترفيس والانالوج بايه؟ دي تو ايه؟ كونفرتر. وبعد كده لما ياخد الميجرمنتس طلع لي انالوج احولها ايه؟ لديجيتال. كل ده بيبدا يضيف لي ايه؟ ديلي. ده غير حاجه كمان ان انا محتاج احدد الكنترول ده شغال على كلوك شكلها ايه؟ او التايم سامبلنج بتاعي اللي انا بقطع بيه السيجنال شكله ايه؟ ولازم ان انا اخد في اعتبار ان التايم سامبلنج اللي انا اخده ده يبقى الفريكونس بتاعته تبقى اعلى من 10 مرات على الاقل او 5 مرات منين؟ من الباند ويث بتاع السيستم. عشان لو كان الفريكونس بتاع السامبلنج تايم قل ايه اللي ممكن يحصل؟ انفورميشن من الاوتبوت ما توصلش كامله وفي الحاله دي الكنترول اكشن ما يطلعش مظبوط فممكن يسبب ان السيستم يبقى ايه؟ انستيبل. حاجه كمان شكل الشكل الايكويشن بتمثل لي الديجيتال كنترول تبقى شكلها عباره عن ايه؟ ديفرنس ايكويشن. وفي الفريكونس دومين بتبقى شكلها في الزد ترانسفورم. شكل الانالوج بيبقى شغال في لابلاس في الاس دومين وشكل التايم بتاعها عباره عن ديفرنشال. هنا شكل التايم بتاعها ديفرنس ايكويشن وشكلها في الفريكونس ايه؟ زد دومين. الزد دومين ده بيبدا يتعامل مع شكل فريكونسي سيجنال او بمعنى صح ان هو بتبقى جيفن ليك سيجنال في التايم بس طبيعه السيجنال في التايم مختلفه عن الانالوج بتبقى ديسكريت. يعني انا عندي سامبلز في التايم. في الحاله دي لو انا عندي سامبلز في التايم وجيت احولها للفريكونس دومين ما بعرفش استخدم لابلاس ببدا استخدم ايه؟ الزد ترانسفورم. تمام كده؟ علاقه الزد ترانسفورم بالاس بولر. يعني هتلاقي ان الزد ايكوال اي بول اس تي. الاس ده لابلاس. تمام كده؟ والتي دي هي ايه؟ دي تايم سامبلنج. فطالما ان السيجنال جايه متقطعه وعند لحظات معينه في التايم سامبلنج في الحاله دي ما ينفعش تستخدم لابلاس. لابلاس بيستخدموا معاها كونتينوس سيجنال. يعني ايه؟ يعني عند كل لحظه في التايم السيجنال موجوده. لكن لو السيجنال بدات تتقطع عند سامبلز معينه في الحاله دي ببدا استخدم ايه؟ الزد ترانسفورم في فريكونس دومين. تمام؟ حاجه تمام كمان السيستم اللي انا هتعامل معاه ده لينير ولا نون لينير؟ كل حاله هتبقى ليها الشكل التكنيك اللي انا ببدا احدده للكنترول بتاعي. ففي الحاله دي ممكن يبقى السيستم بتاعي نون لينير بس اعمل ابروكسيميشن حوالين نقطه معينه. مثال على كده لو انا عندي انفيرتد بندليوم اللي هو البندول المعكوس مقلوب عباره عن بندول كده واقف على العربيه والانرجي او الكنترول سيجنال بتيجي عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن فورس بتبدا تخش على العربيه تبدا تزقها يعني. فتبدا تزقها وتشدها بحيث تخلي ايه؟ البندول ما يقعش. يبدا تقريبا طول الوقت يبقى ايه؟ حوالين العمود. فانا طالما ان انا طول شغلي كله البندليوم حوالين العمودي ممكن ان انا ايه؟ الثيتا اللي انا بقيسها بين البندليوم والعمودي تقريبا صغيره. فاي ساين ثيتا في الموديل بتاع الانفيرتد بندليوم ممكن اشيلها واحط مكانها ايه؟ ثيتا. واي كوزاين ثيتا اشيلها واحط مكانها ايه؟ واحد. وفي الحاله دي الثيتا نفسها هي دي تبقى ايه؟ الاوت بتاعي، ده اللي انا محتاج ان انا اخليه تراك حاجه معينه او يوصل لنقطه معينه.
وفي الحاله دي ممكن ان انا احول نون لينير لينير بس عند بلين بوينت ايه معينه هنشتغل فيها. لو بدات الانجل بتاعت البندليوم تبعد جامد عن الجزء العمودي بتاعي ايه اللي هيحصل؟ في الحاله دي الساين سيتا عمرها ما تبقى سيتا، فيبقى السيستم اللي انت شغال بيه لينيرايزد من الشكل النون لينير مش صح، وبالتالي الكنترول مش هيشتغل صح. تمام كده؟ يبقى اللينير كنترول ده بيشتغل امتى؟ لما يكون السيستم اساسا ايه؟ لينير. لو السيستم نون لينير واستخدمت معاه لينير البرفورمانس بتاعه بيبقى كويس تحت حدود معينه، لو بدا يخش لي ديستربنس او نويز في الحاله دي الكنترول ده ما بينفعش. في الحاله دي انا محتاج اتشيك البلاك بوكس اللي جاي لي ده هل هو لينير ولا لا عشان احدد التكنيك اللي انا استخدمه. طب اعرفه ازاي؟ وانا لسه ما عملتش اي موديلنج. سهل، هو ايه؟ تبدا تدخل السيجنال مثلا يو وتبدا تميجر الاوتبوت طلع واي ايا كان الشيب بتاعه والفريكونسي بتاعتي. بعد كده عملت ايه؟ عملت سكيلنج في الانبوت بثلاثه وبصيت على الاوتبوت لقيته عمل له سكيلنج بنفس الفاليو، يبقى اول تيست لينيرتي نجح. بس ما هوش التيست الكلي، لسه في خطوه ثانيه هي ايه؟ انك انت تدخل سيجنال ساينس اكس مثلا او ساين اي حاجه ساين اوميجا، وبعد كده تدخل سيجنال ثانيه مثلا ستيب، وفكرت الحالتين طلعت اوتبوت مختلف. المره الجايه دخل الاثنين انبوت مع بعض مجموعين على بعض الساين والايه والستيب. المفروض تتوقع لو السيستم ده لينير يطلع الاوتبوت عباره عن ايه؟ السوبر بوزيشن بينهم. لو طلع الاوتبوت مختلف يبقى السيستم في الحاله دي ايه؟ نون لينير. طب في الحاله دي السيستم ده لينير ولا لا؟ لا. ليه؟ لان لو اليو دي شلتها وحطيت مكانها 3 يو ايه اللي هيحصل؟ هيطلع لي الاوت ايكوال كام؟ 1 ماينس 2 في 3 يو، يعني 1 ماينس 6 يو. هل بالظبط كده؟ هل الاوت اللي طلع ده هو 3 اضعاف لما كنت مدخل يو بس؟ لا. ليه؟ بسبب الواحد اللي موجوده هنا. فمفهوم اللينير مش ان هو يطلع خط علاقه الانبوت والاوت، لا. مفهومه ايه؟ انك انت لما تعمل سكيل في الانبوت يحصل سكيل في نفس الحكايه للاوت. لو تبدا تعمل انك انت تعمل سوبر بوزيشن لاكثر من السيجنال، لان في الحاله دي بنستفاد من الخاصيه دي في ايه؟ ان انا لو عندي في السيستم اللينير ده اكتر من انبوت ممكن استخدم حاجه اسمها ايه؟ سوبر بوزيشن. يعني ايه؟ يعني ابدا ادرس الانبوت ده تاثيره على الاوتس كلها والباقي احملهم او اخليهم بصفار، وبعد كده بعد ما اخلصه ابدا اشوف الانبوت اللي بعده واطلع الاوتس، وفي الاخر الاوتس التوتال يبقى مجموع الاوتبوت في كل حاله. فده سهل لي ايه الحكايه. لو السيستم نون لينير ما ينفعش اعمل الحكايه دي. تمام؟ الجزء الثاني ده ايه؟ لينير. لو حطيت اليو 3 يو يطلع لي ايه؟ 9 يو اللي هو ايه؟ الاوتبوت اتضاعف 3 مرات زي الانبوت. تمام كده؟ جزء ثاني، طبيعه الفيزيكال سيستم بتحكم عليا. السيستم ممكن يبقى عباره عن لامبد كنترول سيستم، يعني متجمع في نقطه. زي ايه؟ زي مثلا الانفيرت بندليوم ده. ده عباره عن لامبد سيستم، ليه؟ لان انا بعتمد ان الماس كتله كلها موجوده فين؟ في الكارت اللي بتتحرك. والبندليوم ده اللاين بتاعه ده ملوش كتله. بالنسبه للكتله بتاعت العربيه. طب الكتله دي احطها فين؟ في السنتر بتاع ايه؟ اوف ماس. فكده حطيت السيستم كله عند نقطه. ففي الحاله دي شكل الديفرنشال ايكويشن بيبقى عباره عن ايه؟ سيجنال مع التايم على طول. يعني السيجنال عمرها ما تتغير مع البوزيشن، تتغير مع مين؟ مع التايم بس. هنا لو انا عندي سيجنال بقى عباره عن ثيرمال سيستم، والثيرمال سيستم ده فيه فلو وكل حته في الفلو ليها درجه حراره معينه ديبنز على ايه؟ على الدايمنشن بتاعها. فانا هنا مسمي الاكس دي السيجنال اللي هي مثلا تبقى التي الكابيتال تي التمبريتشر بتاعتي، والواي والزد ده البوزيشن. ففي الحاله دي لو حبيت اشوف الديفرنشال ايكويشن بتمثل السيستم ده هيبقى ما هواش ايه؟ لامبد سيستم، مش مجمع. ده بيسموه ايه؟ ديستريبيوتد ايه؟ كنترول سيستم. وده برضك بينطبق في حاله ايه؟ محطات الكهرباء والميه. بيبقى عندي اكتر من بلانت او سيستم او لوب. وفي الحاله دي اكتر من لوب، يعني كل لوب موجوده في مكان معين، فده بيبقى عندي اكتر من لوب موجوده في المحطه ومكان الكنترول سيستم في اوضه في حته ثانيه. ففي الحاله دي بيبدا يتعامل برضك مع ايه؟ مفهوم ديستريبيوتد ايه؟ سيستم. برضك معتمد على ايه؟ ان اكس واي فين، وبالتالي يبقى الاوتبوت بتاع الكنترول يبقى ايه؟ تمام؟ حاجة كمان زي ما اتفقنا الكنترول سيجنال نفسها بتتعامل شكلها ايه؟ هل هي كونتينيوس ولا ديسكريت؟ وبالتالي التكنيك بتاعي هستخدم بي اي دي كنترولر كونتينيوس ولا ديسكريت؟ كونتينيوس يبقى بديفرنشال ايكويشن، لو ديسكريت يبقى ديفرنس ايكويشن.
وفي الحاله دي يبقى انت لازم تقدر تتشيك الاول البلان بتاعه والسيستم بتاعه شغال ازاي، هل هو كونتينوس ولا ديسكريت، من طبيعه السيجنال اللي بتطلع هل انت بقى طول الوقت السيجنال بتتغير مع التايم ولا بتلاقي عند لحظات طول الوقت بتثبت بتعمل هولد. في الحاله دي يبقى هي ايه، سامبل سيجنال او ديسكريت. حاجه كمان البلانت بتاعي هل هو ديتيرمينستيك يعني ثابت علاقاته ثابته، البارامترز اللي موجوده جوه بتاعته ما بتتغيرش مع تايم غير على فترات بعيده قوي، في الحاله دي خلاص يبقى انا هشتغل شكل كنترول بتاعي ايه ديتيرمينستيك. طب السيستم بتاعي لا ده هو ستوكاستيك، يعني ستوكاستيك يعني في شويه حاجات بتتغير مع التايم عشوائي مش ثابته، وفي الحاله دي هبدا ان انا استخدم الكنترول بتاعي ما هوش ديتيرمينستيك ده يبقى ستوكاستيك. تمام كده؟ زي ما اتفقنا الادابتف كنترول بيبقى الكنترول بتاعي بيبقى ليه شويه بارامترز، البارامترز بتاعته دي موجوده في بلوك، البارامتر دي مربوطه بايه؟ بالميجرمنتس، الانبوت بتاع السيستم والاوت بتاع السيستم، وديبنز على الايكويشنز اللي انا بتحكم لعلاقه الكونستنس جوه الكنترول بالميجرمنتس بتاعت الاوتبوت بتاعت الانبوت والاوت بتاع السيستم، ابدا ان انا اعمل ايه؟ ابدا اتشيك ايه؟ اظبط الكنترول. طب انت عايز الاوت يوصل لايه بقى؟ عايز الاوت يوصل لايه؟ ببدا احط بلوك تاني بيسموه الموديل ريفرنس. يعني ايه موديل ريفرنس؟ يعني ده اوتبوت انا عارف ليه ترانسفير فانكشن انا اللي حاططها بايديا، ما حاطط له بقى الدم جريش محدده بكام، الفريكونسي بتاعته بكام الى اخره، وعارف الاوتبوت شكله ايه. بس السيستم اللي انا نفس السيستم ده يوصل له مدخل عليه نفس الايمت. انا عايز وجود الكنترول يبدا يعمل ايه؟ يخلي الاوتبوت بتاعي هو نفس الاوتبوت بتاع مين؟ الموديل ريفرنس ده الايديال كيس. طب ده هيعملها ازاي بقى والسيستم ده كل شويه بيتغير؟ هعمل ايه؟ ببدا ان انا اخلي الكنترول البارامترز بتاعته ليها ايكويشنز لوحدها بتاخد الانفورميشن او الانبوت بتاعتها منين؟ من الانبوت بتاع بلانت والاوت بتاع بلانت والاوت بتاع ايه؟ طب ليه الاوت بتاع الموديل ريفرنس؟ لان ده التارجت اللي انا عايز اوصل له، فبقارن طول الوقت الاوتبوت اللي انا نفسي اوصل له بالاوتبوت الفعلي. لو الاثنين وصلوا لبعض يبقى ايه اللي حصل؟ يبقى الكنترول بتاعي عملت له ايه؟ ادجستمنت صح وصرت للفاليوز بتاعته صح. لو بدا يحصل ديفيجن من الاوتبوت الايديال كيس والاوتبوت الفعلي يبدا يعمل تاني، يبدا يادبت نفسه يتشنج البارامتر بتاعه. هو كده الاوتبوت اللي طلع حاجه زي كده، بس عشان ما هواش سيت بوينت ما هواش ده، انا عايز اظبط داينامكس. يعني ايه داينامكس؟ يعني انا هنا يعني اقول لك على حاجه، فكره انك انت عندك سيت بوينت عباره عن ستيب دي مش حقيقيه. ليه مش حقيقيه؟ انت بتعمل تشنج مفاجئ في الانبوت من حاله لحاله، وعايز الاوتبوت يوصل لنفس القصه بدك يتشنج من حاله لحاله. هل بينفع حاجه زي كده؟ لا، انا عايز الاوتبوت يبدا يطلع من الليفل الاقل للليفل الاعلى بدم جريش معينه باوسيليشنز معين. فعشان اوصف ده هوصفها له ازاي؟ بوصفها له بسيستم الداينامكس بتاعته انا حاططها له منين؟ من شكل ترانسفير فانكشن، من الكاركترستيك بتاعته. والانبوت اللي انا مدخله ده الفاينل فاليو اللي هو عايز يوصلها، بس الداينامكس اللي في الوسط مين اللي هيحكمها؟ ده. فدي ميزه الادابتف كنترول، انه مش بس بيخليك توصل للنقطه اللي انت عايزها كاند لاين، لا ده بيخليك يقول لك ازاي المشوار بتاع الاوتبوت هيوصل للنقطه دي زي ما انت عايز. لان لو في اوفر شوت حصل في الوسط ممكن يبهدلك الدنيا في السيستم، لا انا مش عايزه. ففي الحاله دي الادابتف كنترول بيطلع حاجه اسمها روبست كنترول. يعني روبست يعني البرفورمانس بتاعه فاليد او كويس طول الوقت في التايم، سكان ترانزيت او سي ستيت تحت كل الاحتمالات، في حاله طبيعيه مفيش نويز او ديستربنس، وفي حاله وجود نويز او ديستربنس، في حاله ان السيستم ده جواه انا مش عارف عباره عن ايه او انا عارف اللي جواه ايه. طب لو انا عارف اللي جواه ايه، لو حصل فيه فاريشن، لو واحد مثلا جه وغير مثلا لو هو الكتريك سيركت غير كباستو، انتوا عارفين كباستو لو انا عايز 2 نانو فراد بلاقي اللي جايبها دي مش 2 نانو فراد بالظبط، تلاقي مثلا 2 ونص 3. طب في الحاله دي لو انا ده كان فيكسد كان يحصل ايه؟ يبقى محتاج اغير ده كمان. لا، يبقى ده ميزه الادابت كنترول ان هو ايه؟ فليكسبل، يبدا يديني روبست كنترول. يعني ايه روبست؟ البرفورمانس بتاعه كويس بغض النظر السيستم بتاعي يحصل له فاريشن مع التايم ولا في نويز ولا لا. تمام كده؟ باشمهندس الكمامة بعد إذنك. في النهاية اللي احنا هنشتغل عليه عبارة عن إيه؟ أول حاجة الكنترول سيستم شغال ناتشرال ولا مان ميد؟
لا ده المين ميد اللي هو مصنع مديني جهاز وانا عايز اتحكم فيه، بس هو مدوني ان هو بيحول انرجي لانرجي، بس ازاي الديناميكس بتاعته وبيوصل لفاليو كام لا مش عاملها، فمحتاج اضيف بلوك زياده. البلوك ده هتضيفه وتسيبه اوبن ولا مش هتضيف بلوك وهتخلي الانسان هو اللي يتحكم؟ على حسب طبيعه السيستم. هل علاقه القيمه والاوتبوت ثابته طول الوقت؟ لو هي ثابته في الحاله دي خلاص خليها مانيوال، انا عندي واحد معاده بالجدول، لو الاوت بقى القيمه بقى كذا خلي الاوت بكذا، لو الاوتبوت اللي انت عايزه يبقى كذا خلي الكنترول كذا او القيمه بتاع السيستم كذا. لو الاوتبوت مش متوقع وفي نويز يبقى احسن لي اعمل فيدباك وابدا ادخل ايه الامبيدد بتاعي اللي هو ايه الكنترول بلوك بتاعي. في الحاله دي بسميه ايه اي فيدباك كنترول بسميه ايه اوتوماتيك كنترول. بعد كده ده شغال ايه اوبن لوب ولا كلوز لوب زي الواشنج ماشين. هو في كالت موجود جوه عليه التكنيك اللي هو شغال بيه، بس مش محتاج ان يتشك على الاوت لان العمليه ثابته. او هو شغال ايه كلوز لوب. طب في حاله الاوبن لوب هو لينير ولا نون لينير؟ ونفس القصه هناك، وفكرت الحالتين ابدا ان انا ايه اتحكم. وكمان زي ما اتفقنا السيستم بتاعي تايم انفاريانت، يعني هو فيكست الموديل بتاعه ولا بيحصل له تشنج في التايم؟ لو حصل له تشنج في التايم يبقى احسن اشتغل ايه ادابتيف، ما ينفعش اي حاجه ثانيه معايا. لو ما بيحصلوش تشنج او التشنج بتاعه قليل قوي، فممكن ان انا ايه اقول ايه ما دام التشنج بتاعه قليل قوي. يعني ايه قليل قوي؟ يعني الفريكونس بتاع التغير بتاعته اقل كتير من الفريكونس بتاعت السيجن بتاعت مين؟ بتاعت الكنترول. فالكنترول يبدا ايه يديتكت اي ايه فاريشنز. في الحاله دي ممكن ان انا اتغاضى عنها واشتغل ايه في الحاله دي ايه لينير تايم انفاريانت سيستم واشتغل اوتوماتيك كنترول. فده البرانش ده كله ده اللي احنا شغالين فيه سكان الترم ده او الترم اللي فات او السنه الجايه كلها. تمام كده؟ في مشكله؟ كل ده طالما ما قالش اي حاجه يبقى هو ديترمينستك. هي من الاول يا اما ديترمينستك يا اما ستوكاستك من الاول خالص. فده ينفع على الناحيتين. لو ستوكاستك يبقى بتبدا تخش بقى ناحيه كانون فلتر بقى. انك انت تبدا تبني ايكويشنز المين والفاريانس بتاعتك. تبدا تشوف الاوت بتاعي المين بتاعه كام والفاريانس اللي انا حابه يبقى كام، وعلى اساسه ابدا اتحكم في الكنترول سيجنال بنفس القصه. تمام كده؟ بس احنا شغالين عليه ديترمينستك كله. تمام؟ لمبة اللي هو مجمع زي العربية الفيرت بندليم ده كله مجمع عند نقطة زي السنتر اوف ماس حطيتها عند نقطة. لكن لو انا عندي فلويد ودرجة الحرارة بتاعته بتتغير من مكان لمكان، فالموديل بتاع التمبريتشر ده اللي موجود جوه السيستم ديبينز على مكان النقطة اللي انا بقيس عندها ايه؟ درجة الحرارة بتاعتي. فالديفرنشال ايكويشن في كلتا الحالتين تبقى مختلفة، واحدة تبقى مع التايم بس اندبند على الاكس واي زد، والتانية هتبقى تايم والاكس واي زد. تمام كده؟ عشان لمبت يعني السيجنال السيستم كله عند نقطه معينه. تمام كده؟ ما بيتغيرش بيتغير اماكن الاكس واي زد بتاع السيستم. دي نوع من انواع الكنترول موجود في الحقيقه. يعني لو في حد بيسال انا لو حبيت اشتغل كنترول اشتغل في ايه؟ في حد اسمه كده بروس كنترول انجينير. الراجل ده بيبقى قيمته في السوق عاليه قوي. ليه؟ لانه بيبقى مفروض جامع بين الكيمستري، لان كل اللابس او المعامل الموجوده او الشغل او المصانع كلها فيها كيمياء ولازم يبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي، وفي نفس الوقت لازم يكون جامع بين ايه الكنترول بتاعي. فبيبقى الراجل ده بيبقى قليل في السوق وعليه طلب كبير. هو محتاج يعمل ايه؟ محتاج ان هو يعمل ديزاين للبلانتس نفسها. يعني مثال على كده، هو محتاج يعرف التانك ده طوله قد ايه، الفالف اللي هيستخدمه نوعه ايه، السنسور اللي هيشتغل عليه اللي هيبدا يعمل ترانسميشن للسيجنال شكلها ايه، والكنترول بتاعي. يعني هنا في حاجه اسمها ليفل ترانسميتر، ده سنسور بيبدا يقيس الليفل هنا، بعد كده يبعته للكنترول، فده اسمه ليفل كنترول. بعد كده الكنترول يطلع اكشن، الاكشن ده هيطبق على حاجه اسمها الاكتويتر، الاكتويتر ده يبدا يترجم الفاليو بتاعت الكنترول سيجنال لحاجه فعليه تتحكم في الانرجي انبوت بتاع السيستم اللي هو عندنا هنا بمثابه ايه؟ الفالف. او كان ممكن يتحكم في سرعه البامب على طول، البامب دي بتبدا تسحب بسرعه معينه من التانك، فكان ممكن يتحكم في السرعه على طول مباشره، فدي ممكن تبقى اكتويتر، بس هو هنا استخدم الفالف. تمام؟ الشغل ده موجود فعليا في المصانع للناس اللي هتشتغل بعد كده كنترول. في ناس ما بتقول ما مش هشتغل كنترول، بس بعد كده غصب عنها ما بتلاقيش شغل فبتضطر انها تشتغل كنترول يعني. بس يعني يحظه يا هنايه اللي هيشتغل في الجزء بتاع بروس كنترول ده. شركات كبيره قوي وبتدي فلوس كتير قوي يعني. بص
يعني انا في دكتور اسمه احمد عبد الرحمن بيشغال في الجزئيه دي في سنه رابعه، هو كان بيحكي يعني انا مش فاكر الصراحه المبلغ كام اللي كان، هو ما قالش المبلغ اللي بياخده كمهندس، ده هو جاله بروجكت من شركه عايزاه 3 شهور بس، وكان التعاقد معاه جوه مصر، التعاقد معاه كان بالدولار، فيكفي قصه ان هو بالدولار وكان كم كبير يعني من فلوس. فالبروس كنترول ده لا حد تقيل قوي يعني، والناس اللي هتخش الاي تي اي بيدرسوا جزء من الحاجات دي، ناس من شنايدر بقى والحاجات اللي هي ليها علاقه بالكنترول نفسها تبدا تدخل الكورسات دي فيها، تمام كده. فالبروس كنترول لا حلو جدا كفلوس، وبعد كده ميزته انه ما هواش بيقطع نفسك في انك تبقى اب تو ديت، يعني انت الفتره الاولانيه بتقعد تتعب تذاكر وتفهم حاجات كتير، فيه حاجات كتير ترمينولوجي كبيره قوي، خرايط بقى ورسومات وحاجات زي ما انت شفت من شويه، يعني انت مش هتشوف بقى بلانت مرسوم بلاك بوكس وبي اي دي كنترول، لا والبي اي دي كنترول اللي انت بتستخدمه مش هو اللي انت درسته هنا، انت هتدرسه البي اي دي الحقيقي او الاكشوال اللي بيستخدموه في المصانع السنه الرابعه الترم الثاني، فهتلاقي الدنيا لا معبكه. بس ميزته انه ما فيش السرعه الكبيره قوي اللي احنا شغالين بيها في الكوميونيكيشن والالكترونكس، يعني الناس بتوع الالكترونكس دول كل سنتين تلاقي التكنولوجيا طلعت جديده واللينس بتاع الترانزستور بدا يقل زياده، وبدا الحكايه تبقى كوانتم ميكانكس، وبدا يبقى في ستريس فعلي بين الالكترون والماتيريال بتاعته، وبعد كده قالك لا الماتيريال بتاعتنا مش نافعه دلوقتي، لان احنا وصلنا لاقصر حاجه، احنا بقينا في الابعاد قرب المسافات بين الذرات وبعضها، فكده يبقى في مشكله فمحتاجين ننقل الماتيريال الثانيه، فيعني وجع دماغ. بس فلوسهم حلو برضك الالكترونكس، مشكلتها انك انت طول الوقت ريسيرش، تمام؟ عكس بقى الناس بتوع فلوس كنترول لا ما هواش فيه ريسيرش كتير بس فيها فلوس حلو. طيب زي ما اتفقنا الباور بلانتس والمحطات الميه والكهرباء بيشتغلوا على الجزء ده برضك، ده لو انتوا فاكرين في اول محاضره كنا اتكلمنا عن حاجه اسمها الجوفرنيتور او المتحكم اللي احنا قلنا عليه ايه، دي اول حاجه سنه 1868 الراجل عمل ايه؟ قال ان هو عايز يتحكم في اللاين اللي فوق ده متوصل بلود، اللود اللي هو عربيه مثلا موتور اي حاجه بتتحرك يعني، فهو عايز يديها بنزين، البنزين اللي بيتحكم فيها الفالف ده، لو انتوا خدتوا بالكم الفالف ده فيه هنا اللسان، اللسان ده بيبدا ايه يا اما يبقى عمودي فيقفل خالص الفالف يعني مش هيعدي فول خالص، يا اما يبقى هوريزونتال فبيعدي اكبر كميه منين من الفول. طب مين اللي بيتحكم فيها؟ بيتحكم فيها العصايه دي. طب العصايه دي بيتحكم فيها مين؟ بيتحكم فيها الكرتين دول. الكرتين دول ليهم وزن معين وبيبقى حسب الفول اللي داخل ده لللود بيبدا العصايه دي تبدا ايه؟ تتلف تتحرك، فلما تيجي تتحرك تخلي الكرتين دول يلفوا بسرعه جامده. لو اللود ده كان خفيف والبنزين اللي انا كنت مديهوله كتير قوي ايه اللي ممكن يحصل؟ الكرتين دول هيحصل لهم ايه؟ يطلع فوق. فلما يطلع فوق ايه اللي هيحصل؟ هيبدا ان هم يعملوا ايه؟ يشدوا ده فوق، لو شدوه هيعملوا هنا؟ هيقفلوا اللسان ما يعديش فوق. ليه؟ لان ده معناه ان هو ادى انرجي عاليه قوي. طب لو الانرجي اللي هو مديها لها قليله او الكتله اللي انا ببدا ان انا احركها تقيله قوي، ايه اللي هيحصل؟ الكوتين دول هيبقوا بطاء في الدوران، فيبداوا يعملوا ايه؟ ينزلوا، او ما ينزلوا يبداوا يعملوا هنا في اللسان ده، يبدا ينزلوه فيطلعوا فوق زياده. ده جزء كنترول بس ميكانيكا، تمام كده؟ نفس الحكاية العربيات اللي شغالة دلوقتي، ده شغل امبيدد، شغل كنترول، تمام؟ هو عنده شريحة اللي هي الانجن كنترول يونت اللي موجودة هنا دي، وبيبدأ ان هو بقى يتعامل بقى بالالجوريزمات، هيعمل ايه لما يوصل ايه يعني يتحكم في البنزين، العربية دي ماشية لوحدها ولا لا، لو بدأ يشوف سنسورز موجودة، كل ده كنترول. طبعا الاوتو بايلوت الطيارة ماشية لوحدها ازاي؟ تمام. الدرونز دي كلها كنترول، او بمعنى صح ادابتيف كنترول، لانك انت ممكن انها تواجه مثلا عدو فيبدا انها تبدا تعمل المناوره بتاعتها، فيبدا تادبت نفسها للمتغيرات اللي حواليها، تمام. ممكن تبقى فيها متفجرات جوه، مش متفجرات حاجه لا 3 جرام زي الرصاصه، تمام، وراح تضرب واحد معين تبدا تتذكر الصوره بتاعته لاخر، كل الاتزان او الاستابيليتي بتاعت الحاجات دي كلها ايه؟ كنترول كريسيرش يعني. بعد كده بيبقى في انواع تانية من كنترول اسمها في ال سي،
البي ال سي ده او البروجرامبل لوجيك كنترول دي بتتعامل مع ديجيتال سيجنال. امتى بشتغل بيها؟ بشتغل بيها في الحاجات اللي بتبقى عوده للطوارئ. يعني انا عايز مثلا ايه، هقول لكم في الفنادق مثلا بيبقى في السنسور بتاع الحريق، فهو ما يحصل حريق ويديتكت حاجه، هو بيديتكت سيجنال يا اما اه يا اما لا، فيبدا يبعتها. بعد ما يبعتها الجهاز يبدا ياخد اكشن، الاكشن ده هيبعته كسيجنال برضك اون اوف، هيبدا يفتح ابواب معينه او يقفل ابواب معينه او يفتح حنفيات معينه. فكل ده بنشتغل بيه وقت الامرجنسي، فشغال ايه بي ال سي. تمام كده، بيتعامل مع انبوت اوتبوت لوجيك. الكنترول بيبقى سوفت وير، بيبقى الجهاز اللي بيبدا يبقى انترفيس بين المديول بتاع الانبوت والمديول بتاع الاوتبوت، هو ده بقى اللي بيبدا كانه اكتويتور يرسيف ويترانسميت. ما هو بيبقى في انترفيس هنا، دي بتبقى كابينت، كابينه، عارفين الكابينه بتاعت الانترنت بتبقى مليانه اسلاك قد كده، وبتبقى الانترفيس بتاعها يا اما اسلاك واصله بالبلانت بتاعي عشان تبدا تقيس الميجرمنت بتاعتي هنا، يا اما يبقى في حاجه بقى وايرلس بتبدا تنقل الحاجات دي الانتنة وتبدا تنقل الحاجات دي الاسلاك بعد كده، فدي كابينت. تمام كده، ده هنا بيبقى بروسيسور. الكنترول موجود على الكمبيوتر. if كذا x1 لو كانت on خلي y1 كذا، لو x1 و x2 دي السنسور بتاعت الانبوت، لو x1 و x2 on يبقى خلي الواي كذا وهكذا. فهي عباره عن زي تو ستيبل، ده فكره الكنترول بتاعك، بتكتبه هنا على الكمبيوتر وبيبدا يتبعت على الكابينت بروسيسور اللي هي بتاعت مثلا سيمنز، وتبدا انها تترجم الحاجات دي لسيجنالز للاوتبوت الفعلي على حسب بقى تطلعها بقى الكتريك سيجنال ولا بنيوماتيك اي حاجه، وتبدأ تاخد الانبوتس بتاعتي. الحاجات دي هتاخدوها بالتفصيل السنه الجايه. تمام كده؟ بس ما هواش كنترول، ما هو ده ديجيتال. اون اوف يبقى الاوتبوت نفس الحكايه، بس هو بيختار على حسب احداث بتحصل. يعني الانبوتس دي احداث، يعني مثلا في التنكات اللي احنا كنا شغالين بيها، لو بدا يبقى في تانك ده مقفول وجواه ستيم، مشكلته ايه مع الستيم؟ الضغط. لو بدا يبقى الضغط عالي قوي ويحصل انفجار، فيبدا يبعت ايه؟ سيجنال. هو مش مهمه التارجت او البرفورمانس، هو همه ان هو ينقذ حاله، ففي الحاله دي هيبدا ان هو يفتح فالف ايمرجنسي ويبدا يفضي الستيم ده في اي حته. تمام كده، ما هوش الكنترول بمفهوم ان هو يبدا يظبط داينامكس ويظبط تارجت معين، لا. تمام كده، طيب بعد كده مفهوم حاجه اسمها السكادا بقى. ده الكنترول، اكبر حاجه كنترول في الكنترول بتبدا انها تتحكم في الحاجات اللي تحت، منها البي ال سي، منها البي اي دي كنترول موجود في اللوبس، ممكن يكون بيتحكم في 1000 لوب. ده بيبقى موجود بقى في الحقول البترول الكبيره ومحطات الكهرباء الكبيره، وده بيبقى واحد بقى قاعد في اوضه يبقى قصاده شاشه. تمام، باشمهندس الكمامه، طب خد كرسي واقعد على جنب. طيب اللي عايز يشم هوا ينزل يشم هوا شويه وبعد كده يطلعها، مش هيخنق الناس، بس في نفس الوقت ما يبقاش طول الوقت دي هنا. ففي الحاله دي بيبقى في واحد قاعد قصاد الهيومن ماشين انترفيس اتش ام اي، دي تبقى شاشه، وبيبقى طول الوقت بيراقب البروسيس اللي موجوده قصاده. لو في ايمرجنسي بتحصل بتبدا تظهر له قصاده، ويبدا هو ياخد اكشن بقى، هيفتح مثلا فرفات معينه، يبعت حد، لان احيانا المشاكل اللي بتظهر في الكنترول لوب بتبقى نتيجه ان في فيلير حصل في ماشين معينه او في جهاز معين، فيبدا يبعت الاي تي اللي موجود هناك يبدا يشتغل في الحته دي وهكذا. فالسكادا ده المفهوم الكبير او الكنترول المشاريع الكبيره، اذا كان كهرباء او ميه او محطات غاز. طيب سمعتوا عن حاجه اسمها ستاك نت؟ مين سمع عنها؟ اللي سمع عنها ايه فاين. طب سمعت عنها؟ مفيش. انت ستاك نت ده، دي كانت اول مشكله تواجه الكنترول في حاجه اسمها السايبر سيكيورتي. تسمعوا عن السايبر سيكيورتي طبعا. تمام، طب ايه جاب الكنترول بالسايبر سيكيورتي؟ ما هو كل حاجه دلوقتي بقى يعمل عليها كنترول عن طريق الكمبيوتر، فلو بدا يهاك الكمبيوتر ده هو بدا يتحكم، مش بيتحكم بهدف ان هو عايز يتحكم خلاص، ده هو عايز يبهدل الدنيا. طب ايه قصه ستاك نت ده؟ ستاك نت ده حصل في 2010 في مفاعل نووي في ايران. ايران كانت عامله حاجه اسمها تكنولوجي اسمها اير جاب. اير جاب تكنولوجي، يعني ايه اير جاب؟ هي دفن الاجهزه بتاعت الكمبيوتر بتاعتها تحت، لا في نت واصل لها ولا في اشارات ولا اي حاجه، فرايح الدماغ. طول ما انا دفن الاجهزه بتاعتي تحت
ما حدش هيجي جنبي. هي كانت متخصصه طبعا اورانيوم الى اخره يعني. فبدا ان اخواتنا الامريكان واليهود عملوا ايه؟ بداوا ان هم ياخدوا بالهم ان في ناس اي تي بيخشوا بصوره دوريه كل شهر او كل شهرين يبداوا يتشيك على ايه؟ الاجهزه. طب الراجل ده هيبدا يعمل صيانه الاجهزه عن طريق ايه؟ فلاشه. طب الفلاشه دي هينقلها منين؟ من جهازه لجهاز اللي شغال بيتحكم بقى في السرعات بقى بتاعت التخصيب الى اخره يعني. فقال خلاص نبدا نخش معاهم سوشيال ميديا. بدا يبعت له ايه؟ حاجه اسمها ايه؟ فيشنج ميل. يعني ايه فيشنج ميل؟ يعني بدا يبعت له بقى ايميل ملغم بحاجه بلينك ايا كان. ويبدا ان هو اول ما يفتح الايميل يبدا ينزل عنده ايه؟ المالوير ايا كان بقى فيروس ولا وورم ولا اي حاجه، بس ده كان وورم. وبدا ينزل عنده، وبعد ما ينزل عنده هو ايه؟ هدفه ان هو ما يبوظلوش الجهاز. هو هدفه ان هو يتنقل على الفلاشه ويتعامل مع اجهزه سيمنز بتاعت بي ال سي اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه، اللي هي بتتعامل مع حاجات الامرجنسي بقى. ده يشتغل على سرعه كام؟ ده مش عارف ايه؟ ده يقفل ده يفتح. فبدا الاي تي زي الفل ده لبس الحكايه وخد الفلاشه ودخل. طبعا الايرانيين احنا اير جاب تكنولوجي ومفيش حد يقدر علينا في 2010، وبما على فكره اكتر واحد في امريكا اشتغل على السايبر سكيورتي وحاجه زي كده من وقتها يعني. فبدا ان هما ايه، الراجل ده يخش ويعمل ومش عارف ايه وخلص، شكرا تمام تمام مشي خلاص. الورم ده كان ذكي جدا، هو بدا ان هو يدمر حاجات على فترات متباعده، يعني مش هيدمر كل حاجه في يوم واحد. قعد شغال على مده 3 شهور وهم مش حاسين، ويدمر حاجات جزئيه، يبدا يحرك حاجات على سرعات معينه. بدا يشتغل بتكنولوجي اسمها مان ان ذا ميدل. يعني ايه مان ان ذا ميدل؟ يعني هو ياخد الاداءات اللي كانت جايه من بي ال سي من بره ماشي، وياخدها ليه هو، يعمل بيها ايه؟ مش هيعمل بيها حاجه، هو بيرميها ويبدا يدي للبي ال سي بيانات من عنده، يقول له ده الدنيا بايظه بره، حاول بقى تطلع بقى الريفيجريت وبقى هنا ومش عارف ايه هنا، ظبط الاسبان هنا ومش عارف الموتور هنا. بدا يعمل حاجات كتير طبعا الاخ ده يعمل، ويشتغل على مده معينه، بعد كده يسحب نفسه يخلي فلوس تشتغل طبيعيه وهكذا، لغايه ما دمر الدنيا حاجات كتير قوي هناك. من ساعتها الناس بدات تاخد بالها بقى من حته السايبر سكيورتي وان الدنيا تخش بكده. امثله كتير قوي من الحته دي. يعني في واحد برضه كان صاحب شركه امن معلومات عايز يعرف الناس ان في مشكله، في حاجه اسمها سايبر سكيورتي ولازم تخلي بالك. بدا يعمل ايه؟ عن طريق اليو اس بي اللي بيشحن بيه اللابتوب بتاعه من الطياره، بدا ان هو يتحكم في الانجنز والجناحات بتاعه الطياره تاخد يمين وشمال لمده 3 سنين، محدش كان عارف حاجه غير لما هو قال لهم. تمام كده؟ الوقت الكهرباء لما قطعت يوم كامل، يوم الخميس العظيم في 2012 لو انتوا فاكرين، ممكن حاجه حصلت ازاي؟ هم قالك في مناوره ممكن تكون حصلت، بس ما تعرفش كان ممكن يبقى ده حصل حاجه زي كده، ما تعرفش. لان للاسف محطات كهرباء خش الاوض بتاعتها هتلاقي ايه؟ العمال داخلين بكوبايات الشاي، مش عارف ابن مين عم مين داخل، ما فيش اي امن. حتى بتوع ايران على الاقل كانوا عاملين ارجاب ومش اي حد بيخش، لكن احنا للاسف يعني الدنيا ماشيه بالله وكده يعني. طيب فمن هنا بدا الكنترول يبقى ليه اهميه قوي، وما بقاش بالفكر اللي احنا الناس متخيلينه ان هو هيمشي عربيه ومش عارف ايه. ده الناس دلوقتي شغاله، ده في معامل شغاله تبع يعني في المانيا، في جامعه اسمها جامعه القوات المسلحه الالمانيه حاجه زي كده يعني ارمد فورسز مش عارف ايه كده. الناس دي شغلها كلها في لاب كامل عن الافيجن عن طريق استخدام الكنترول. ده السلاح اللي جاي، الكنترول دلوقتي بقى داخل في كل حاجه. بس اللي حابب ان هو يقرا كتير هيبدا ان هو ياخد باله ان فعلا الانفراستراكشر دلوقتي كلها كنترول. تمام كده؟ تمام. شكرا كده، احنا خلصنا اساسا المحاضرتين الاولى والثانيه بتاعت الانتروداكشن مع بعض. تمام؟ فاحنا ممكن نبدا الاسبوع الجاي البوب بلوت عادي. انتوا كلكم كده على بلاك بوردز صح؟ الله اعلم، ممكن يعني. بصوا اللي هيجي هنا ايه؟ مش هسالك على ستاك نت، اللي هيجي هنا ديفينيشن فاندمنتالز هسالك فيها. يعني انا هنا ما اديتش حاجات تحفظوها، انت تبقى فاهم واعي انا فين الكنترول، في كذا حاجه كتير قوي في الكنترول، انا موجود فين وبعمل ايه. طب لو حاجه حصلت زي كده ايه احسن كنترول ممكن اشتغل بيه؟ تمام كده؟ تمام، شكرا.